هذا رياض قبيسي كما لم تروه يوم. وهذه الزميلة في قناة الأو تي في جوزيفين ديب في ليلة العمر في فستانها الأبيض كما لم تروها يوم. وهؤلاء الزملاء جاد غصن فراس حطوم ورامي الأمين كما لم تروهم يوما. على سنة الله ورسوله وعلى تفاهم مرم خاي تفاهم الجنرال والسيد. اسمع يا هذا قديشات ألوها قديشات حيلتون قديشات لمويوكم. سيأتي بعدي رجل له إشكاليات مع شفيق مرعي سيتزوج يوما ما. يوسفية الواوي عندك أربع احتمالات لدى السؤال الأخير والفرصة الأخيرة، هل تقبلين بالزواج من هذا؟ أستاذ رياض لا عندك احتمالات ولا عندك خيارات بطل محظة بتبوس إيدك وشو وقفة وتتجوز جوزفين وإن شاء الله تكون آخر زواج مدني لبناني بيصير برات الأراضي اللبنانية وتصير كل التشريعات والقوانين اللي بتخلي هيدي الأفراح تصير بلبنان مش برات. كبير هو حفل زفاف رياض وجوزفين في قبرص ما وراء البحر هربا من النظام الطائفي الذي يمنع زواج مسلم من مسيحي. الزملاء والأصدقاء والأقرباء حضروا جميعا من لبنان لمشاطرة رياض وجوزفين فرحتهم. هلا قبل ما انزل لهون قد كثير ما في اوبننج سين وفي اسكاتو في عرس يعني بس هيك خلص. أخيراً استطاعت جوزيفين أن تنجز المهمة، استطاعت أن تضع رياض في النهاية تحت طائلة المسؤولية.